بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومالي وينو إذن سلام يا ميل البوجوكتان صغير كبير مالي ونكسن موضوع عن ربنا ما أنت كهدله وحيطاح كرسي أفرته يعني منك إنك أفرى لو بني صح إلهي سبحانه وتعالى أسجى أكو بني سما إنه باهدي سي يحسك وعين بيع ولا جهان أكو حو باهية أسجى نجح قان أسا بني أنا جم شقك ملهين هو إلهي أمر كيسنا مديد كرنا ما ندفير كرنا لكن تن أنا أرى وحيتا وأن أنا جلستي نعم كهذ وحيتا أنا كهوين أهان مقصبن هاي مايا أسجل هاي بورس لويسو دحيسو فريسو لكن أنا قال لي ما ديهن لي ما ديهن أنا جو قصب تاني كاي جو كلو كلو بورسنا يا من ديدي كرت مال لوجد هاي هواي راتي محيط مجرت حديث هذا ما هي القرآن هذا ركح حارك هواين دبن دمر دبن قف دبن أو محيط كلها نكى البورس دي محملك من جوكر محان سمين كرا حقي سوا إلهي داي أفر قرص إلهي أصغو داي لكن أنيغا إما ديهن أصغو داي قرص أنيغا ما محايقا قلي هدان روا كجو غايا هدان روا نما كجو غايا لكن مروال بو مروال بو ميلا بدن قرآن مروال بو محاقص أروري الله هاي إلو بنا فضلك ودحذين وناجي ودحذين هاي إلو بنا أوكي مركا وحاربا قوة دهورت القرصنا إيه هدي لو قلنا جورس ذي محيه تهرت هدات عرور آتي هرت لو هرت قف ككل لو قلنا جورس ناعي قصب ما مرور إنه يا قف شر وضه قف حن أم نكا كا قادنا إنه يا قصب ماها مرة كقار نكا جي السجارة وقف كي السجارة دم أردايم هو السجارة جعلستي السجارة أيه كإمات دور شد مرة كقار جوا دكالة شخ كم كمالها مرة كا إن هذا هرت آدم وأركن قف شر هذه قوة وجورجا يوم حيت كا كارت إني كا خات هذا وأركن أوكي هذا وأركن سكوميت ما عندهم مرك بيجران دمر أو شر بدن أو محي أو مشر ما هي دمر حجرو محيت أو جعل إني قصب يعني كو جلان إن ناك خو سكودي هاي كو حجر أو دو أرض هاي ولا هاي ما أنتو عنو أكو ربا وأكو جعل هاي و متنا أسجى دورتي أسجى دور شريس وأسجى حروة أنا شقكم الحين أرجع أنا هان يعني أنا رأيي يعني كهذا سما قفل بحري رأي حروة هديار تعرور أسكو هسان إن كانت عرور هذا أسكو هسان رت عرور تاع عرورت إن لطروا مركا هذا أما هويني هات وإن عرورتي محاكو إرادة لطر because أنا جو حواي مركي لك لتو هدي وقال تكد عرور الله أسكو هاي عرور لو دهيستو مركي عرورت هدي أبي وقعت هاي دي وحواي حلاد وعليك صورة بتاع عرورتي أم ولد دي ده أم با قاركوت ولد دي ده وحل دفير كرما وحقيقة وأجرتوا بس واللي ما أرك كرت عرورتي قاركوتنا أيدي أو حي كلها هاي وعليك صورة بتاع جدا مبرادينيس نينكي هدي هاي دي أكلت عن عرورتي أنا قط إني هاي دي هيستو هاي دي عرورتي إنه أصل فراء وملاسة عرورتي مفرن هاي دي أفرتي محا عرورتي هذا مركا واجب مكاسارنا من خان أنا جو حاس مركا ده عرور هيسو مرول بحوا عرورتي هذا مثل حد يضا حيا وحول بقى كوري وحول بقى إذا كمهم سن هذا عرور أسكو هيستان هذا أسكو هينين وسيقا جي أجعشها وقف أت وناك بدن قف حجر وناك بدن هو قال لك سمر كرناجر وناك أت وناك بدن وفي عناجر هادي حتى أو كل جرس ده أستجع وطالع هاد جرس ده هادوره هاد جرس ده أنا سيجى يجره يجا حافظة واجودة وحاول مواركة أمريكا هادي إذا عدين وكل جرس ده محاوى أمريكا هادي أت وكل صو شيء جاي أم وام قشي وحفل علينا سمين وأنا وأنا جا صينا وحفل علينا سمين هادي أدرب تنا يعني جرس وأنا كاس أرجعك خبطت أما جعشها مخوف ناكسن أو هذا كسمير كرم وياه وحفل علينا سمين دن هاجر او برجا نظيف سو ادي اسكو مشغول وح موضوع اصلا اوكين هدي ويا قف وناكسن وادي كجعل ولي وح كاغدمين او قف وناكسن ويا هاي
wuxuu leeyahay xaaskay falcelin ma sameyn, waa ku cabsanaa adigu ku cabsanaa nafsiin, waxaawaa xataa qasab ma haweeneedii kale inuu furo isagoo qaw uu ku wanaajinaya inuu ku wanaajiya laga yaaba oo mid taas waay. Marka asbaabo badanaa aa ku qasbeysa isaga maho inuu guursado, annaga shaqa kuma lihin. Asbaabo badanaa ku qasbeysa maal inkiri kara qaarkood waxaawaa haween waxaa jira oo buuq badan oo maanta oo dhan maanta oo dhan way buuqaysaa, way jirtaa dumarka aada loo necbiha waay, kuwa buuq badan oo qaylad badan oo carabka dheer oo maxaa ladhaha ninkii familkiisa aan u wanaagsaneyn, deriskii aan u wanaagsaneyn, taas diin ahaanna ma fiicna maho in laga nabadgala fiican. Taasoo kale inta haddii aad tahay muxuu raadsanaya banaanku aadaya qof degan u raadsanaya oo qurux badan oo dabeecad leh. Quruxda dabeecad waa aan ka hadlayo makhluuqa ilaahay oo dhan ilaahay wuxuu khalqay oo dhan wax qurux badan waa, wax walbana aniga qurxaan arkaa. Kastoo maxay dadka qaar ay yihiin inta ku garaad leh quruxda wax kale u arkaan muuqaalka banaanka, la quruxda wax walba qurux waa ilaahay oo abuuray, qof walbana waa qurux badan yahay. Haddii aad si fiican aad u fiirso waa qurux badan yahay qof walba ilaahay khalqay. Marka wuxuu raadsanayaa qof aan buuq lahayn oo dabeecad wanaagsan oo degan ay raadsan. Qaarkoodna sabab ma lahan, sabab la'aan markii horeba hadafkiisa waay. Marka intuu guursanna wuxuu ku leeyahay aniga markaan guursado waa ina 2, 3, 4 aan guursado, haa dhan meesha ma ku jirto. Qaarkiis yacni ragga qaarkooda ama nimanka qaarkooda wuxuu ku leeyahay ani aabahay 3 qabi jiray ama 4 qabi jiray, anigana waa sidii aabahay oo kale inaan sameeya. Hadda kaasoo kale hadduu uu yahay wax walba samayso, wanaag walbood wanaagsan tahay ma arkaayo wanaagaaga maho, yacni adiga ma ahan qaladka, mar walban adiga maba ahanba qaladka maho, mararka qaar asaga waay. Kaasoo kaleenta hadafkiisa markii horeba waay maho inuu guursanayo sida aabihiis oo kaleenta, ama inuu dhowr haween uu guursado inuu raw, hadafka asaga waay, adiga matiid. Qaarkoodna waxa waay damac marku banaanka arkaba tii socotaba ama mid qurux badan oo wax le u sawir maayo maho, ase waa ula qurux badnaanaysaa. Markaasuu leeyahay maya tan aan guursanaya, waa iska guursanaya, 4 iibanay maxaa. Marka haddii oo guursado horta oo nabad lagu wada dhaqmana wax dhibaato eh ma lahan maho, qof walba ra'yigiisa waay. Laakiin dadka isku mid ma ahan, qofna waxa waay maxamili kara gudihii uu ka dhiban yahay, waa dhiban yahay qof inay waalata ay ku dhibaanaysa ay qashinka arooriso maxaa. Horta marka horeba si aysan taas kugu dhicin ha isla haysiinin qofka. Qofkaan haddii wax walba uu sameeyo bin aadan waa bin aadan, waxaa waay annaga waxaan dhahnaa dal iyo duur, dad iyo duurba wax aadan ka filaynin ayaa kaaga soo baxo. Marka bini aadanka wax walba oo kaaga imaado inaad ogolaatid waay, inaadan shook aysan kugu ridin waay. Xataa hadduu guursado maxaa caadi waay, waa la wada noolaan karaa. Haddaa wada noolaan karin isaga guursada asaa la dhahay waa guurso, isaga xataa kuma khasba, kuma khasbana waa hadduu awoodo waay maho. Asaga ilaahaygiis waa anaga madhex galeeno, qofkii isaga waan awoodin oo rabo inuu wax guursado asaga ilaahaygiis waay. Laakiin adiga ka haween ahaan ma ku khasban tahay maya, ma ku khasbanid maxaa. Haddaa harti waxaa ogolaanay waa ku joogay, haddaa hartidna ma ku joogaysid, wax qasab ahaa ma jiro. Asaga xaqiisa waa sharciga asagoo u baneeyay, laakiin aniga ma idhahay sharciga waa guursa, waa lagu guursanaa ay mana diidi karta ma idhahay maya. Meel uu igu dhahay haba yaraatee ma lahan sharciga aniga. Marka waxaa arkay haween dhiban aan arkay, ilaahay dhibkaa ka bixiyay. Adiga horta xoraa tahay soomaa, ilaahay xoru kaa dhigay. Maxaa marka ma in horta isbar ina adiga ogaat inaad ilaahay u xor kaa dhiga oo doorasho badan uu kusii, aad khiyaar leedahay mar walba aad doorasho leedahay, isbar. Tan oo diinta horta gabdhow mawduuc dardaaran khaas waay gabdhow u yahay. Nimanka amba ragga amba nimanka way yaqaanaan diinta wixii ayaga ay karawaani ka qaataan, qaarkood nimanka oo dhan ma ahan qaarkood. Marka barta idinka diinta, barta naftirkiin maxaa idin diidaa, wixii xaqaa iyo xuquuqdaada ee baro. Suurad dhan a ilaahay wuxuu leeyahay magaceed uu ka dhigay suurata Nisa, suuradii haweenka ayuu ka dhigay. Marka baro xaqaa iyo xuquuqdaada, qur-aanka oo dhan ay ku idashahay suurata Nisa qaas ayay noo tahay, wax walba ka helaysaa baro. Marka ilaahay bini aadanka oo dhan waa karaameeyey, mala diidana waa ciseey. Laakiin annaga ka haween ahaan ilaahay aad ayuu noo ciseey. Markaad hooyo tahay lugahaaga hoostooda jannadii ku jiraan. Marka ha isku duleynin qof kale oo ilaahay qalqay, ha isku duleynin. Marka gabadha oo ninkaaga kula guursanaysan qasab maaha, mar walba inay tahay tii sharta wadi iyadana ma aha tii sharta wadi inay tahay ma aha. Mararka qaar inay khayr ku tahay laga yaabaa, qof ilaahay ka cabsanaysa ay tahay laga yaabaa. Marka mar walba aday kugu xiran tahay saa wax aad u aragtid
adigay kugu xiran tahay. Haddaadan ogolaan karin oodan ogolaan karin in lagula guursado hadda xoraa tahay sooma. Xoriyad taam ayuu Ilaahay ku sii xoraa tahay. Isaga waa qofka la dhahay guursamooye aniga malay dhihin. Waa lagula guursanaya ninkaaga mana diidi kartid maayo meel ay ku taal malahan. Marka iska barta maxay ahayd qur-aanka wax walba ku jira idinka barta ani xaqiiqa maxaa waaye ugu yaraan xaqaaga baro ugu yaraan xaq adiga aa leedahay baro iyo waxa lagugu leeyahay baro hadda xaqaaga aa barato qofna waxa waaye maku xadgudbaysmo xaqaaga markaad barato waa aqaanaa aniga inta xaq aan leeyahay waa aqaanaa xaqiiqa wax ka badan ma raadinaya waa ogahay marka hore marka gabadhii waxay ku leedahay xaqiisa waaye ilaaha u baneey inuu afar guursado aniga maxaan suubi karaa ilaahay waxaa ka dhigoysaa qof oo daalim ilaahay daalim maaha ilaahay caadil waay ilaahay caadil waay xorow kaa dhigi haddaad rabto waxaa ogolaanaysaa haddaad rabtidna waxawaaye ma ogolaanaysat haddaad ku joogi karto waxaa ku joogaya haddaadan ku joogi karin ma ku joogaysto wax warku iska gaaban yahay maa wax oo maaha isaga waa qofka la dhahay guurso labeeso saddexeeso afareeso isaga waay aniga malay dhihin ka haween ahaan marka saas in loo fahmo waay gabadh dhibanaya ilaahay adin dhibkaa kaa bixiyo ilaahay dhibkaa kaa bixi lano islaheysiinta waa wax dhibaatada keenaya waxaawaaye islaheysiinta waa qofka haddaadan islaheysiin oo wuxuu yahay adiga xor saa u tahay isagan xor waa wuxuu doonaa sameeya isaga xore haddaad adiga aad ogolaan kartood akhbari karto inaad ku wada noolaataan waa ku wada noolaanaysaan haddaadan ogolaan karin oodan ku wada noolaan karin arlada ilaahay waasac waay moo wax isku tolan ama isku dhegan maa jiro waa maya marka mawduucaasaan jeclaystay maanta inaan ka hadlo waa ku mahadsan tahay daawada daawashadaada waqtigaaga qaaliga aad isiisay aad ayaan kaaga mahadcelinayaa videogan video xiga intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaa